آج کی نشریات کا آغاز جناب قاری اجمد الرحمن کی تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے، آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم۔